مرحبا مشاهدي قناة حنا بعرف في كل مكان، على سلامتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد نهاية الأسبوع بعد غيبة زوز أسابيع، نرجعوا اليوم لنستأنف قراءتنا وتحليلنا لآخر مستجدات الوضع في بلادنا. نعود على أسبوع الحقيقة ربما ديما جميع المجالات متحركة في البلاد، سيما وأنه اليوم المجتمع التونسي قاعد يعيش في نوع من التفكك، خلينا نقول ظاهرة ما نعرفش إذا كانت ترتقي إلى مستوى الظاهرة. نتحدث عن العنف اليوم في المجتمع التونسي، العنف اللي استشرى بصفة غريبة في الأونة الأخيرة داخل المؤسسات التربوية، في الشارع، طعن إمام جامع، اعتداء على مربي، ممارسات سلوكات شاذة، شنو اللي قاعد صاير في المجتمع التونسي. نعود أيضا على مشروع قانون المالية التكميلي اللي خرج وأثار جدلا فيما يتعلق بعجز المالية العمومية في بلادنا. نعود أيضا على آخر مستجدات الوضع السياسي وعودة على أهم تصريحات رئيس الجمهورية البارح أثناء إشرافه على مجلس الوزراء فيما يتعلق بالحوار مع الشباب، فيما يتعلق ببرنامج للتنمية داخل الجهات وما عبر عليها البارح رئيس الجمهورية بالشركات الأهلية. هذا كل نعود عليه بالقراءة والتحليل مع فلة من الضيوف. بعد شوية نتحول إلى منزل بورقيبة من ولاية بنزرت، تحادث أليمة مستنا الناس الكل. ابن 11 سنة يتوفى بعد ما غص بقدمة خبز. بعد شوية فاطمة العبدلي تكون في منزل الطفلة الضحية، ونرجع على الحيثيات شنو صار بالضبط، ونعرف بأن الجهات القضائية في منزل بورقيبة أذنت بفتح بحث تحقيقي في هذه الحادثة. خالته وأمه وعائلته بعد شوية يكونوا في ربط مباشر مع زميلة فاطمة العبدلي من منزل بورقيبة. سعيدة جدا باستقبال ثلة من الضيوف. نرحب بالسيد منصف بوزيزي عضو المكتب السياسي لحركة الشعب. مرحبا سي منصف. بيك مرحبا، أهلا. شكرا على قبول الدعوة. حاضر معنا رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان ناسي. مرحبا سي سرحان. أهلا وسهلا، مرحبا بك. شكرا. حاضر معنا حاتم الميكا نائب البرلمان المجمد أعمال والخبير في التنمية. مرحبا سي حاتم. مرحبا وتحية لكل مشاهدي حنا بعد. شكرا. الباحث المؤرخ والباحث في الشؤون السياسية عادل تيفي. مرحبا عادل. مع السلامة وشكرا. شكرا على قبول الدعوة. ما نعرفش كان الستريمينغ حاضر، نمشي مباشرة إلى منزل بورقيبة وين موجودة زميلتنا على عين المكان فاطمة العبدلي. فاطمة المتواجدة في بيت الابن 10 أو 11 سنة محمد عزيز الكلبوسي. فاطمة مساء الخير. مساء الخير إيمان. بالفعل نحن بمنزل عائلة الطفل محمد عزيز الكلبوسي اللي كانت توفى بمدرسة سحنون واحدة بمنزل بورقيبة نتيجة الاختناق بقطعة خبز. تحضر معي والدة الطفل وخالته اللي باش تعود لنا على أبرز الأحداث كيفاش بدات في المدرسة. مرحبا. مرحبا أختي. كيفاش كانت الحادثة؟ كيفاش صارت؟ كانت ترجع لنا من أنا مشيت، هو يقرأ الساعة ما ثلاثة للخمسة، ما ذي ساعة للخمسة. أنا هزيت ولدي يقرأ والاثنين فرد المكتب. أنا هزيت ولدي يدخل ما ثلاثة للخمسة، مشيت مع ما ذي ثلاثة. غديك هزيت ولدي دخل نستنى في المعلمة على أساس يعني نستنى في المعلمة على ولدي باش قاعدة البرة والأولياء والكل. من بعد كيكة خرج تلميذ، يعني تلميذ قال لأمه يا ماما راه فما طفل في الساحة مات بلقشة خبز في وحلت له في أكاهو. يا أخي دخلنا الكل، كي دخلت نلقاه عرفته من الأول هو ولد أختي. قمت نسيح ونعيط لمت عليا اللي في المكتب، نلقاه مغموم هكا على وجهه هو هكاك. تلمت العباد الكل والأولياء كلها تلمت الكل مع بعضها. يا أخي جاء عملوا له حملوا العساس، عملوا ثربة هكاية كي قوموا هكا قدامنا نلقى ولد أختي وجهه منفوخ أزرق كومبليتمون، مخنوق كومبليتمون، يخرج في كشكش من فمه من خشمه من واحد. وفما شكون يكلم الحماية وكل شيء، قالوا نستناو هاو الحماية هاي باش تجي. قلت له لي أنا ما نستناش الحماية لعلها تتعطل لعل حاجة. يا أخي قال لي هاي مالا نهزوه. هكاك خرجنا قدام الباب، الكهرباء الموجودة قدام الباب، العساس هزوا معها المعلم ومعه ولي وحملوا جرينا وانا في جرتهم نشري بالكهرباء وفي جرتهم. وصلنا في به في ساعة من با يمكن حتى درجين ما قعدناش، قريب هو المكتب على الواحد قريب هكا. وصلنا به دخلوا به طول هكا وقعدوا عملوا له هكا لازم وبداوا الاكسجين
والواحد بداو هكذا انا على طالتي هكا ما خلونيش المره الاولى ندخل في البلاصه اللي هما بعد انا ضربت هكا شويه حلوا لي البال بجنب على دخلتي انا هكا نلقاهم داخلينه كالصوند كل نعرفش شنو حاسيلو على دخلتي انا نلقاهم خرج فيه هكا من فمه وهو بالدم خارج بالدم بون قاعده الحديث على انه الولد فاق في المستشفى ونحاولوا قطعه الخبز اي لحظه مازال شوي كي من بعد انا خرجت هكايا من بعد هكاك شوي قالوا هاي الحمد لله هاي خرجت لقشت الخبز اي هاي خرجت بالحق هيك خرجت لقشت الخبز الطفل قعد يعني صفا وجهه حتى الزرقيه تنحات كي دخلت انا شفته واحد اما شنو هو غايب عن الوعي يعني الاكسجين تنحى جمله من بدنه هما قاعدين يعملوا له الاكسجين اما الاكسجين ماهوش قوي كان جاي قوي ويعني واحد ينجم يوصل له لبدنه ينجم يتنقذ وينجم اما هو الاكسجين ماهوش قوي حتى طرف يعني شوي وهي شدت وبحذاه الفرمليه وبحذاه الطاقم الطبي الكل موجود ويشدوه لهين بيه وكل شيء هكاك كلمت بوه جاي وكل شيء عرف يعني بوه بدي هكا هو ما بين مرة يغيب عن الوعي مرة يرجع مرة يغيب مرة يرجع يعني ما هو شكل يفاق بالقدي بالقدي أكاهو قالوا لي رغم لباس صي توا نقصها وصي وصفا وكل شيء خرجت أنا مشيت خرجت جبت خرجت باش نجيب أختي ونجي دخلتي انا واختي مريتش انا المره الاولى اللي دم خارج في الليل فك الوحده اللي تاع التنفس اللي عاملينها لها المره الاولى كان صفا من بعد انا كي دخلت اختي دخلت انا معاها قلت لها والفرمليه في على راسه شدت له الوحده قلت لها شنو الدم هذاك اللي طش ريت في عوز التنفس يخرج دم من فمه من خشمه قلت لها شنو الطفل يتلوى منه ومنه يعني موجوع قالت لي هكا يعني ما تعرفش هكاك قلت لها شنو مشات تجري عيطت للطبيب وجات ولا فرمني الله هو المفيد هكاك انا خرجت من الباب هذايا وهما دخلوا الواحد في الشاريو في خرجوه قلنا له نحن علاش تخرج فيه علاش تخرج فيه مشيت انا نجري والكل كلها جاي لو لي المكتب الكل غادي هكاهو قالوا لي باش نعملوا له جوج تصوير على صدره هكاهو مشاو عملوا له على صدره ورشعوه فكر راجع وين استنوا في التصويره شنو طلع طلعت التصويره شافوها يلقاوها ديجا كيفاش حاجه بسرعه كومبليتمون يعني الرابيديتي شنو اللي صار الرواري نتاعو ضربوا هما جرحوا له الرواري عملوا له نزيف فما ايموراجي ينقذوه يحطوا له الاكسجين نقبوا له حط الاكسجين اما كي دخل الصون هو يمكن يزرب باش يعني على اساس باش يخرج له الخبز لكن هما يدخل ويعاود على اساس جرحوا له الرواري لداخل جرحوا له من داخل الرواري هذاك اللي تفلق بالدم اللي عملوا له نزيف من داخل ودختي على الاخر من بعد خلونا ولدكم راه لاباس هذايا فرملي غادي كان نعرفه شخصيا والنجم نوريه لكم وكي نشوفه بالواحد يعني تقولوا لي اسمه شنو نقولوا قال لي ولد اختك يا مدام راه لاباس 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 توا امشي من برا جيب له حوايجه ويجا وقد تربي فرح بي اما جوست تو يلزمنا باش نهزوه للبيدياتري باش جوست شويه واحد يبات معنا ليله وغدوه قدر تربي تروح بيه ما فما شيء وما صار شيء فيزا خطفتهم الامبيلونس تلقاوها تستنى من بعد دو مينوت وصلوا بيه للبيدياتري غاديكا وصلوا بيه للبيدياتري غاديكا بالليل الاكسجين كيما موجود في البيدياتري كيما موجود في الاكسجين شنو اللي فما في البيدياتري الفوق هو طفل ول 9 سنين لكن ما شاء الله بصحته وقداع بدن شيء نورمالمون يتبعث الانفون ولا يتبعث يعني والا هي اكبر غلطه اللي مشى للبيدياتري ماهوش نتاعو جمله نورمالمون يمشي طول لتونس تمشي طول يا فاطمه يتصرفوا له حاجة إيمان والدة الطفل أيضا لديها ما تقول فاطمة. حول هذه الحد يا فاطمة احنا نحب ونركزوا على حاجة أنا بربي أنا أم تونسية نعيش في بلاد توينسة رانا منيش يهود رانا رب في بعضنا رانا بيش متواصلين رانا بالرحمة به أنا وصلت نلقى ولدي كيما تحكي كانت تحكي أختي راو بالدم شنو السبب اللي توفى به ولدك حسب ما قال هما ما قالوش اما نحن وحدنا تعرفي كل شيء وحدنا نعملوا فيه ابتداء من ولدي بالدم شنو الدم هذاك ما قالش اكسجين ما فماش شنو طلبت انا كي انت ما تعرفش
انت ما ترفضش ولدي ما تمسوش، هذه اول انت حاجه ما تعرفيش ماكش اختصاص فيها ما تمسوش. انت جيب شكون، جيب نتاع الجورج، جيب نتاع جيب البلوك، جيب الشيروجي هكا ولا لا؟ ماهوش مسؤول، هو ماهوش جراح غادي، هو طبيب انعاش يعني باش يقرر شنو اللي باش يعمل به. انا قلت له هذا شنو هذا يا ولدي هذا شنو؟ قال لي فرمني، قال لي يا مدام والله والله ويحلف لي برا روح طيب عشان لولدك، ولدك راهو لاباس، ولدك راه باش يروح. تصير وين صار بالضبط؟ باش نقول لك وين صار. قال لي لو كان اخزري رد الطبيب، لو كان ولدك والطبيب يعرفوا مباشر، لو كان يا ولدك يعرف اللي هو في خطر، راهو هو جاب السامو ومشى معاه وهزوا للوبيتال دونفون باب سعدون، راهو اقوى سبيطار، راهو يمنع لك ولدك في دقيقه. اما راهو ولدك لاباس، رانا باش نبيتوه في البيدياتري ولا راك مش مبيتو في البيدياتري وانت تمشي تخرج غدوه حصاقي لاباس، ما فما حتى شيء. وقتاش توفى طفلك كنت تسمع فيا؟ قلت له شنو اللي فما؟ خزر للتصوير. نعم فاطمه نسمع فيك. نحب تركز على حاجه تو ما نعرفش هل تم تشريح جثه الطفل والا لا لمعرفه الاسباب الحقيقيه للوفاه، لانه هذه الفيرسيون تاع العائله تجم تكون السلطات الطبيه عندها فيرسيون اخرى. نحب نركز على مساله الاسعافات في المؤسسه التربويه، موجوده مش موجوده، جات امبيلونس جات سامو هزته، هذا اللي يهمته. بعد الجانب الطبي يقع معناها الاسباب الحقيقيه للوفاه والتقصير كان فما تخرجوا، لكن الطفل يتخنق بقد ما خبص مؤسسه تربويه، هل انه اليوم المؤسسه التربويه ما عادش ولادنا نجموا نطمنوا عليهم حتى وقت اللي ياكلوا في القوتين نتاعهم؟ يعني لقفوا الطفل فما تاخير في نقله للمستشفى، هذا ربما اللي نحبوا نعرفوه من العائله. هذا حكيته خالد طفل منذ قليل وقالت انه تم اسعافه وجات الامبيلونس بالوقت ولا بالنسبه لل جات الامبيلونس طلعته للبيدياتري الفوق. لما في المؤسسه التربويه رو وقت اللي صارت له الحادث هل تم انقاذه بسرعه؟ ليه كيفاش يعني في المكتب؟ المكتب انا نحكي لك على شنو دخلت، على دخلتي نلقى ولد اختي مرمي على وجهه، انا مرمي على وجهه ما نعرفش شنو صار قبل وشنو هذاك الكل ما نعرفوش، اما نلقاه وحده. كيفاش تم نقله للمستشفى؟ هزوا العامل نتاع سيارته الخاصه، سيارته الخاصه وانا وراها بسيارتي، فهمت كيفاش؟ بعضنا يعني خرجنا مع بعضنا، كربته هو قدام المكتب فيسا، مشى معنا المعلم هزوا الواحد وهزوه يجري، انا معاهم يعني ما فرقتهمش لحظه، من معاهم دخلت معاهم كي دخلوه للصاله انا معاهم. هم تم تشريح في المستشفى؟ هل تم تشريح جثه؟ اعطوكم اسباب ملابسات وفاه الابن ولا هذا نشوفوه مع والدته يا ايمان؟ انا قلت له ولدي كي شاف التصويره قال لي، قلت له بالله اعطيني سيونتيفيك مو مانتا ولدي الحاله نتاعو شنو؟ قال لي ما نكذبش عليك، تو المره الاولى قال لي لاباس، يعني بعد قال لي راهو ولدك لي بومون نتاعو الروالي تعباو بالماء، ما قالش حاجه اخرى. اسكو ماء باش يخرج دم مش باش نعطي شنو؟ انا مانيش طبيبه. قال لي اذا كان قال لي راهو تعباو بالماء. قلت له يا دكتور يفرح كنحب نمنع ولدي يا دكتور، قلت له نخرجوا للكلينيك ما سالش عمل له اللازم اعطيني، قلت له اطلب لي السامي، قلت له خلي يجيبه لي، قال لي قلت له خلي كي جبت على الكلينيك قال لي تحب تخزر فلوسك، تحب تخزر فلوسك برا، خزر فلوسك برا، خزر فلوسك، انا ما نتحملش مسؤوليه، قال لي انا ما ناخذش الديسيزيون، انا ما نصححش، قال لي انا ما نجمش ناخذ الديسيزيون، انا ما نصححش، قال لي قلت له باهي ما تحملي حتى يجيب لي اعطيني امبيلونس ايكيبي وكهو يا دوله راني طالبه امبيلونس ايكيبي وكهو، قال لي دبر على روحك، قال لي ما فماش بلاصه وما فماش لا في كلينيك لا بريفي، يعني بلاصه في الريال ما فماش، تونس كامله ما فيهاش، تونس كامله. باهي قلت له ما يسالش اعطيني انا امبيلونس ايكيبي وانا نهز ولدي وندهم به للكلينيك، ابسط حاجه تو نصدم به وتو يقبلوه لي، يا ترى يقبلوا لي ولا لا؟ قال لي دبر على روحك الامبيلونس، قال لي دبر على روحك الامبيلونس، انا مواطنه عاديه منين باش نجيب، انا منين باش نجيب انا الامبيلونس، منين باش نجيب، منين باش نعرف، منين ما نعرفش العناوين، ما نعرفش النوامر، وهي يلزمها ايكيبي وطبيب نعاش باش يحطوا له الماكينه داخل نتاع التنفس، خاطر هو التنفس نتاعو وقتها 51% وهم حطوا كتبوا في الرابور 90، يا ترى 90 هو في خطر؟ مالا نحن باش نعيشوا، مالا نحن الاكسجين، انت الاكسجين نتاعك شنو؟ انت 90 انت شنو كيفاش يطلع؟ باهي
ايه كي هو شاف التصويره قال يا ولاباس وكل شيء انا باش نطلعوا للبيدياتري. قال ايه ولدي حالته بتاع البيدياتري علاش ما حطوا لكم في شهاده الوفاه؟ منذ قليل كنت تحكي لي على شهاده الوفاه. هاي ما حطوا فيها حتى شيء لا سبب وفاه لا ما نعرفوش حتى باش مات وحدنا. راهو حتى ماكينه نتاع تخدم القلب الشوك ما عندهمش. تشريح تشريح ما فهمتش تشريح. سلموه لجماعتنا ما سلموه للامبيلونسيين تاعهم ما فهم شيء. هاي قدامكم هاي شهاده طبيه وهاي ما فهم شيء. شنو اسباب الوفاه فاطمه كنت تنجم تقرا لنا؟ ما فهم شيء. هاو قسم الذبل الاطفال وقتاش مات لا اوراق وحتى مش عامل من عندهم ولا امبيلونس من عندهم. نحن مشى جاب الواحد وقالوا اخي انت مش تخدم معانا. قالوا انت مش ماكش معانا. اسكو ما يعرفوش هما اللي يخدموا معاهم؟ معنى انت تو ما تعرفش اسباب الوفاه؟ اسباب الوفاه لا وفر لي ابسط حاجه ماكينه نتاع انعاش موجوده عندهم. ليه مش الاكسجين؟ الاكسجين مش هذاك اللي باش يعمل لي هذا. يخرج طبيب سبيطار الناظر قال عنا الاكسجين. يا ترى انت حاله ولدي جاي في انعاش تعطيه اكسجين عادي؟ تهزوا للايروسول في الفرش ومن بريز لبريز يلوجوا باش يوحلوه وكيفاش وين باش يوحلوه؟ فرش عادي وبوه شاد ومش فرم لي والطفل اللي فرفت يا ما اعطيني شربة ماء باش نموت. الطفل اللي يعرف اللي هو باش يموت اعطوني شربة ماء. قال ما حشتي بشيء. الطفل قال ما حشتي بشيء شربة ماء راني باش نموت. وفي البيدياتري السيرفيس الكل قال نحن ما ناس مسؤول نحن الحالة ما نعرفوهاش. نحن هما ما منين باش يعرفوا محل نتاع النيفوني الايروسول نتاع الويل هما لازمنا هي لازمنا تعرفي لازمنا ماكينه نتاع الناشك نتاع الجريجم اللي تدخلوا باللاباري. كلموا هما السيرفيس نتاع البيدياتر كلموا طبيبه الانعاش قالوا مدام عكيشة اسمها وقالوا وين اي جا راهو نص ساعه باش يدخل في الشوك. ايمان شكرا لك. اذا ايمان تاكد لي والده الطفل انه التقصير صار على مستوى المستشفى. شكرا لك ايمان. شكرا لك. ان شاء الله ربي يرحم محمد عزيز الكلبوسي. خلينا نبدا معاك عادل من الجانب الاجتماعي. اليوم الاسبوع كان اسبوع تربوي بامتياز معناها من الحادثه نتاع الاعتداء على المربي في معهد الزهره الى الحادثه نتاع المعهد نتاع حي النصر اللي رمى بها التلميذ ربما بالملابس الداخليه الاستاذ نتاعو الى حادثه الطعن نتاع امام الجامع الى اليوم الفضاء التربوي ما عادش امن يشرق في قدمه خبز ربما يقول لك احنا ملا لما العامل جاب الكربه نتاعو باش نقلناه ما نعرفوش. هذه الفيرسيون اللي اعطتها على الاقل العائله. شو اللي قاعد صاير فيما يتعلق بالمجتمع التونسي؟ والله هو ثم اسباب هيكليه ويلزمنا يحقق للحق. راهي ماهيش جديده ما نيش باش نربطوها سواء بالسنوات الاخرى ولا بالثوره. بغي الثوره انا كنت استاذ قبل في فريانه ونعرف حتى في المجتمع ونعرف حتى قبل سنوات قبل الثوره كانت فما رايح دير نتاع عنف وفظيعه وكذا لكن ما كناش نحكوا عليها. الفات اني ما كانش يتحكى على العنف ما يعنيش انه ما كانش موجود. صحيح سلطه الدوله كانت موجوده وكذا وكانت اقل. بعد الثوره ما ننكروش كذلك انه صار نوع من التسيب بصفه عامه ونشوفه في العنف في عديد الواحد. خلينا نحن في بالنسبه للاحداث اللي صارت مثلا الامام وكذا ما نعرفش الحيثيات هذاك موجود ثم يعني العنف ارتقى الى مستوى الاقصى اللي هو جانا مع الارهاب والشعامي وكذا. باش نبقى في المؤسسه التربويه بصراحه ما نحبش نعلق على المداخله نتاع الاهل او الحاجه الله يرحم ولدهم ولا يصبرهم لكن ما نجمش نعلق على الفيرسيون اللي عطاوها لانه المفروض هي علاش ما نعرفش الحادثه صارت اليوم صباح البارح يعني ما نعرفش تو انتم كقناه يعني اعلاميه اسكو عندكم تصريح رسمي اللي هو يجي من جهتين المفروض من المؤسسه التربويه ذاتها او من ممثلي وزاره التربيه ووزاره الصحه. اي ما نعرفش حتى شيء من وزاره الصحه ولا هذاك هو ولا تم علاش انا اكدت بانه راهو فما بحث حل وهو اللي باش يعطي بعد مش مشكله تنجم تجي المؤسسه وتعطي الفيرسيون. انا انت جبتي نقطه مهمه جدا هي حكايه السكوريزم في المؤسسه التربويه اللي نعرفوا المفروض كل مؤسسة تربوية فيها سكوريزم. هو المفروض راهي في البلدان المتقدمة معنا اي بيان سور انت معلم استاذ كونتابل كذا راهو يجب تكون عامل فورماسيون في السكوريزم. ما نتصور هي موجودة في القوانين نتاعنا في تونس ما نعرفش موجودة ولا احنا عندنا مشكلة في تطبيق عدم تطبيق القانون. واحنا اليوم نحكوا على الأشياء هذه باش نرجعوا للعنف. أنا اليوم نسوق في الكهرباء نسمع في إذاعة والله نسيت شنو على وضعية باش على الأقل نأكد كلامي وضعية نتاع طفل يظهر لي تعرض للضرب من طرف معلمة في روضة ولا كذا ولا في مدرسة ابتدائية هزت البندية نتاع الحومة ومشيت ردة الفعل في المدرسة. لا 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 يظهر لي لا قلبة النقلة نتاعه كذا وما نعرفش شنو هذه هي الوضعية.
استغربت. جابوا مندوب والله نسيت الجهه شنو ما نكتب نحكي بيه صحيح مانيش نكذب. استغربت المندوبه معني بعد ما حكيت امور اجرائيه وكذا شنو قلت يا اخي نحن راهي المدرسه وباهي والمدرسه العموميه اللي انا موافقه فيها بطبيعه الحال ودورها التاريخي في تونس. وقالت ما انا بكلنا تضربنا نحن يا اخي واحد ورانا كبرنا كان بالضرب وكذا تود معقول وتجيني من وليه من كذا هذه مندوبه ولا ما نعرفش عاد مندوبه جهويه ولا كذا ان شاء الله تو نرجع ونثبت. اذا كان عندك انت مسؤول يحكي على العنف بالطريقه هذه مش يعني مش معقول طبعا. اللي قاعدين اليوم هي البون القضيه نتاع اليوم ما هيش قضية متعوف هي موت معناها جات مفاجأة. أما ليزاكسيدون هذوما المفروض المؤسسات التربوية تتحضرها راي سورتو على الصغار. هذه حكاية الخبز وحكاية كعبة حمص وحكاية كذا وهي راي سهلة معناها إذا كان عندك مختص في السيكوريزم شو ولا سيدة شو ولا مش بالضرورة راو أوبليجي باش تكون عندك فرملية ولا فرملي هو اللي يعمل العملية. المفروض على الأقل يلزم طاقم تاع 10-15% من الطاقم في إدارة معينة وسيرتو مدرسة. هذوما رام باغمي لي غون ريسك الكوتيديان اللي موجودين هو انه الطفل يعني يغص بك المورس نتاع الخبز ولا اي حاجة أخرى ويلزم واللي الكترو شوك هذوما ثاني جزء. اسكو نحن في المستوى هذا بصراحه مازلنا ما وصلناش جست فقط انه معناها العائله معناها انا نحترم الموقف نتاعها وكذا. اما من المفروض في اللحظه هذه الواحد يتفهم اللوعه نتاعهم ولد مازال صغير شوف يعني الاحلام اللي كان بانينها على الولد هذايا وسافوار الوضعيه نتاعهم وكذا كذا. لكن ديما نبقوا مشكل وين في غياب الموقف نتاع الاداره الرسميه ما نعرفش اتصلوا بها وفهموها ولا كذا هما بيدهم يزيدوا غياب المعلومه راهو يزيد في الضبابيه وكي يسمعوا العباد هكا وهكا. نحن بيدنا راهو نولوا كاننا نشجعوا العباد على اون فابريتو البلاد ما فيهاش قانون ما فيهاش كلمه رسميه ما فيهاش الحقيقه وهذا شيء يؤسف له في الحقيقه. سي بوزيزي وانتم عضو مكتب سياسي لحزب سياسي لو فما مسؤوليه سياسيه في اللي قاعد صاير في البلاد على مستوى العنف داخل المجتمع ولا التقصير اللي تعيشه بعض المؤسسات التربويه؟ أولا نعزي العائلة في وفاة الشاب هذا الطفل التلميذ واحد. وهو ثم مقولة عند الفرنسيس يقولوا مشاكل كل الناس هي مشاكل سياسية والمشاكل السياسية هي مشاكل كل الناس. يعني بالنهاية هل الوضع المجتمعي الحاصل اليوم في البلاد العنف والوفاة التلميذ وغيره كل المظاهر والظواهر اللي حاصلة اليوم عندنا في البلاد هي نتيجة طبيعية لسلسلة من السياسات والتصورات والخيارات أوصلت المجتمع والناس والشعب اللي يعيشوا في هالبلاد لهذه الحالة. نتيجة طبيعية أنه غياب رؤية وتصور إصلاحي حقيقي جدي للمنظمة أو للمؤسسة التربوية يخلي كونه ما يتوجدش السكوريزم وما يتوجدش أنه أمبولانس تجي في درج ولا في, 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 في 10 دقائق أو في كذا باش تسعف التلميذ يخلي كونه في مؤسسة استشفائية عمومية يتعاطوا مع هكذا حالات بالطريقة اللي تعاطوا معها حسب رواية العائلة طبعا. يعني في كل الحالات أنا لا أستغرب أن يكون في مؤسساتنا التربوية هكذا انفلات، لا أستغرب أن يكون في مؤسساتنا الاستشفائية هكذا تصرف وهكذا حوكمة وهكذا إدارة هذه المشاكل، لأنه قيمة الإنسان و و و وموقعه ها كقيمة كحرمة ككرامة الإنسان اليوم في كل مواقع المؤسسات الدولة في التربية ولا في الصحة ولا في الأمن وإلا في الإدارة وإلا في كل مواقع وين يعيش الإنسان أصبحت مهدورة للأسف. وهذه هي النتيجة الطبيعية للسياسات اللي تم اعتمادها وتم توخيها. بالنهاية هذه الحالة المجتمعية فما قيمة افتقدت في البلاد فما حالة قيمية تفقدت في البلاد. معناها الإنسان كوجود الإنسان كهو الفاعل كهو النتيجة كهو الهدف أنه كل مؤسسة الدولة تشتغل في سبيل أنه الإنسان هذا يعيش بكرامة يعيش بعزة يعيش محفوظ يعيش متربي يعيش متعلم يعيش, 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 يعيش بصحة جيدة. هالقيمة هذه افتقدت لأن الإنسان تحول في ظل هالسوق هذايا الى سلعانة البشر. لما يتحول الانسان لسلعة من 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 اول ما يبدا وهو طفل والى حين يموت اذا بالنهاية يتعامل مع الانسان بهذه الطريقة. هذا هو السوق وهذه النتيجة الطبيعية لسلعانة الانسان لسلعانة البشر.
ما عادش هالقيمه هذه نتاع الانسان اللي يتم الحفاظ عليه ويتم يتم 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 تربيته وتعليمه وما الى ذلك. هذه هي في النهايه، هذه طبيعه السوق، هذه طبيعه السوق. من انه يتعاطى مع المسائل هذه اعلاميا اليوم، يتعاطى معها، مش انه انسان مات ولا هاو تضرب تلميذ ولا تقتل الاستاذ في يعمل بوز، يعمل بوز، يتعامل معها حتى إيه اعلاميا وصحفيا. يتلام الاعلام والا يتلام في تلام مؤسسه الدوله؟ تلام 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 كل المؤسسات، يلام الاعلام وتلام مؤسسات الدوله وتلام اجهزتها وتلام القرار السياسي، الناس تدير البلاد سياسيا. لابد من وضع هذه المسائل في اطارها، لانه كما كان يحكي الاخ المسائل اللي كانت تصير. ايش معناها واحد مات اليوم، تلميذ مات لاني ولع واحد وشرق، ما نقولش عادي لكن تصير حتى في دارك. لكن كيفاش تسعفها بشكل سريع واحد دوك هذه الاشكال وين معناها اليوم؟ هل لكن المؤسسات التربويه امنه نطمنوا كي نحطوا فيها اولادنا، والا الواحد يبعث بالتاكيد بالتاكيد هي يجب ان تكون امنه، لكن لا يمكن زاد ان نحمل المؤسسه التربويه بالشكل هذا مدرسه ملوحه في 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 مكان ما في ريف من الارياف ولا حتى في هذه في المدينه. معناها يستمروا السيد انه كانوا في المدينه وفي ساعه جايه القصيره، لو كان في الريف وياكل في طرف خبز واحد ما ليش يصير، ما يصير ما يوصل للسبيطار كان يموت. اذا المساله ما عادش بالشكل ذا يتعاطى معها، لابد انه فعلا يتم توجيه جهد الدوله في علاقه بحفظ كرامه الانسان، الكرامه اللي نحكوا عليها، ما الكرامه والعزه والكرامه الوطنيه، انه كيفاش يولي الانسان هو هدف في حد ذاته، انه يضمن له حياة كريمة من اللي هو صغير حتى اللي يموت. مسؤولية سياسية تحدد فقط أستاذ حاتم المليكي على مستوى الطرف السياسي الحاكم، هو تقول اليوم أخفق وما حطش سياسات وما استبقش وما عندوش المخطط نتاعه، وإلا حتى على مستوى السياسي، بمعنى حتى حزب سياسي موصلش للحكم لكن حزب معارض في المقاربات نتاعه، هو توا ربما الأستاذ موسى بوزيزي يلوم على الإعلام، لكن يقول لك أنا اليوم كإعلام معنى حتى كي نجيبك أنت، نجيبك مش نحكي كان عن المشاكل، وقت مثلا وقت الحملات الانتخابية شنو هي المقاربات الاجتماعية اللي تلقاها في هذيك في البرامج الانتخابية وفي الكتيبات، ولا نحكيو على عقارب وعلى المصبات، شنية المقاربة البيئية؟ نتحدث على آلاف التراخيص نتاع الجمعيات، أنو جمعية تعملت في المجال البيئي؟ يعني هنا يتلم الإعلام على أساس أنه حتى كي يتاخذ كان البوز، يظهر لي اليوم الناس كل ولات تخدم حد البوز، الأحزاب السياسية هيك الموضوع شنو يجيب لي أصوات، الجمعيات هيك من نجم ندبر بها معناها التفتوفة نتاع دون من المؤسسات الدولية المانحة، دونك المجتمع الكل اليوم قال لآخر خلابيزة عايشين فيها. أنا في تقديري كيفاش تفرق ما بين دولة متحضرة ودولة متخلفة؟ إيه؟ كل دول العالم عندهم مركز شرطة، كل دول العالم عندهم جيش، وقت شو الفرق بين دولة متحضرة ومتخلفة؟ هو مدى قدرة الدول المتحضرة على تعالج الفئات الهشة. معناها الدولة المتحضرة هي الدولة اللي ما يضيعش فيها حق الصغير صاحب الإعاقة والمسن والشخص المريض، كل ما يدخل الشخص في وضعية متاع هشاشة تبقى الدولة تتلهي به. احنا دول متخلفة نتلهي، وكان باللي لبس عليه وبصحته وبكرهبته وبخدمته ينجم يمشي. ديك تخرج على السياق العام، ديك تخونك صحت، يخونك جيبك، يخونك نظرك وانت صغير، انت عندك إعاقة، ديك تخرج على السياق العام ماكش باش تلقى دولة تتلهي به. تهمش تحط على المعش. احنا من الدول اللي ما نجمو هكا تركيزنا لهين، الايتام ما نتلهاوش بهم، نجموا يغتصبوهم في مراكز نتاع ايتام ونصنفوا ونحكيوا على الحادث ونرجعوا نعيشوا حياتنا عادي. اصحاب الاحتياجات الخصوصيه يصير فيهم الهم وما يصير يعاد شيء، انسان مرض وتحط له صحته ما عادش باش يلقى شيء، تحت عليك فلوسك البقره كي تطحن تكثر سكاكينها. هذا الفرق ربما تكون نايب وما عادش نايب. صحيح، تدز عليك العباد. احنا دول، احنا هذه دولة كيفاش تخدم؟ دولة متخلفة هي دولة ما عندهاش القدرة انه تحافظ على الانسان في مختلف وضعياته. معناها نعطيك مثال بسيط، تاخذ باسبور امريكاني يكتبوا لك فيه يتحرك الجيش الامريكي في اي مكان لانقاذ حامل هذا الجواز السفر. على ذمتك الدولة. احنا باسبورنا مكتوب عليه هذا الجواز ملك الدولة. معناها كان ضايع مش يدخلوك الحبس. دونك هذا فرق ما بين دولة متخلفة وما بين دولة متقدمة. الدول المتقدمة عندها قدرة على اسعاف الناس في المراكز نتاع الايواء، في المدرسة، كل شخص في فئة هشة في الصغير في مدرسة، معاق، مسن، امرأة، مسؤولة منه. الدولة تحمي مواطنيها في جميع الوضعيات، سواء الناس السويين سويين في عقلهم وفي صحتهم وفي جيبهم، والا الناس اللي يتعرضوا الى اشكاليات الفئات الهشة.
احنا ما زلنا ما وصلناش الى دوله عندها القدره انها تتلهب الفئات الهشه. الفئات الهشه في تونس، هك علاش لو تونس التوجه العام خذ حقك بيدك، دبر فلوسك، خليقه، ناطري، سياسي، برلماني، رجل امورك، اعلامي، عمل كارنيه دادريس، ماذا بيك رئيس المنطقه عندك تليفون والوالي عندك تليفون، تعرف واحد عمل على روحك. ما عندناش دوله متقدمه تعيش فيها كمواطن اللي مرتاح، تعرف روحك غدوه خانتك صحتك مش يهزوك، خانك جيبك مش يهزوك، خانتك وظيفتك تحت في مشكل قضائي مش يهزوك، عندك عداله تحميك. هذا احنا مازلنا دوله متخلفه ما تنجم تعيش فيها كان لاباس عليك. تحط تحمل مسؤوليتك. ترحيك الماكينه. وين المقاربات السياسيه في برامج الاحزاب السياسيه وانتم رئيس حزب سياسي سي سرحان ناصري اليوم؟ اول حاجه نعزي عائله الوليد اللي توفى في محمد عزيز. في محمد عزيز ومش اول حادثه تصير في الشهر هذا. نتذكروا انه نهار 1 اكتوبر زاد صفاقس. في صفاقس فرح السياله الله يرحمها وربي صبر عائلتها ونتوجه لهم زاد بواجب العزاء في مركز الجلولي نفس الحادثة مدة 5 مينوت كعبة حلوة هاي شرقت. هذا أنا نقول الإعلام دوره أنه يسلط الضوء على الشيء هذا. ممكن ما نتفقش مع سي منصف أنه الإعلام يحب يلوج على البوز، فيهاش بوز، متاجرة بآلام الناس عمرها ما كانت بوز، لكن تسليط الضوء واجب باش نتفاداوه. صحيح أنه اليوم المدرسة العمومية في تونس تقتصر تفتقد أهم المقومات الحمائية للطفل الصغير. احنا نحكيه هذية في وسط المدينة فما بالك المناطق الداخلية. المؤسسة العمومية كيفها كما المؤسسة اللي في الصحة تفتقر لأقل مقومات إنقاذ الحياة. احنا نقوله الله يرحمهم واحد ما ينجم زادة يقول حاجة أخرى لأنه الأعمار بيد الله، لكن فما واجب تتحمله الدولة التونسية. انت وصلت لانه الحزب السياسي تحالف من اجل تونس شنو هي مقارباته في الوضع هذا؟ احنا لم نكن في الحكم. نحن لم نكن في الحكم. المفروض تكون جاهز نعم. للحكم. نعم. جاهز احنا للحكم. احنا بالنسبه لنا اليوم اعطينا الحسابات الحزبيه تقعد على جنب. حاجتنا بالمصلحه الوطنيه. انا نقول لك على 10 سنوات الاحزاب السياسيه اللي كانت في الحكم واللي كانت في المعارضه واللي كانت ممثله في البرلمان ما عملت حتى شيء لانقاذ هذايا القطاع سواء كان في الصحة أو في التعليم. كانوا مشاكلهم كيفاش يدخلوا الحكم. عمره ولا حزب سياسي تقلد حقيبة وزارية وعطاه مشروع شفنا ثماره اليوم. نتواجه ممكن بالكلام لسي منصف في حركة الشعب. حركة الشعب تولت مرتين الحقيبة الوزارية وقت سالم الأبيض وتوا مع سي سلاوتي وما زال لليوم معناها لا سي سلاوتي مش تبعهم. لا مش تبعهم ما في حتى سامحني ما نعتذر من لا حكومة الفخفاخ في حكومة الفخفاخ. البرنامج اللي قدموه في وزارة التربية اش كان فيه؟ كانت مشاكل مع النقابات، كانت مشاكل للتموقع، متاجرة بمشاكل الأطفال ومشاكل العائلات، كان فما خدمة كبيرة للوبيات مالية اللي وراء التعليم الخاص اللي لازوا صغارهم اليوم باش تمشي تقري ولادك في بيئه نوعا ما سليمه يمشي يقرا في البريفي. اذا كانت تحب تداوي ولدك في السبيطار انا شفنا المشكل اللي صار. لازمك تهزو للكلينيك واللي ما عندوش امكانيات. هذا اللي كان يقول عليه سي حاتم. دونك الاحزاب السياسيه اللي حكمت هي تتحمل هذه هي اللي تتحمل مسؤوليتها الكلها. التشريعات اللي صارت لم يكن هناك تشريعات لحمايه الطفل في تونس، حتى ان كان فما تشريعات وقوانين لم تحترم والقانون في تونس لا يطبق. القانون في تونس كما قلت لك يتعمل على قياس وعلى حساب مجموعات معينه وراء كما توا التعليم فما لوبيات وراء التعليم الخاص. مهمتها ان يدمر المنظومه العموميه، مهمتها ان يدمر المدرسه العموميه، ان يدمر الصحه العموميه على خاطر هو يخلق في مرابيح من القطاع الخاص. اليوم يلزم استراتيجيه وحوار مجتمعي كامل فنعود يتحل على لقطاع التربيه
وقطاع الصحة. نرجو للحوار الثاني عاد تفضل. لأنك سألت سؤال حول المعطى السياسي أنا أتيحت ليش فرصة جست فقط تعليق أو كان نقولوا لوبيات وكذا من حسب رأيي منها كان لوبيات وقتها كل الأولياء بتاع تونس جزء من اللوبي اللي يهز للواحد خاطر مش كل معناها المسألة معقدة أكثر من إني فما لوبيات تحب تفلس الوسط العمومية وتعمل البريفي وكذا كذا وقتها للأسف تنقولوا حتى النقابيين حتى كذا ثم عباد تهز عباد تقول لك هذوك منخرطين الأولياء هما بيدهم يشاركوا في ليزيتود وفي كذا وفي كذا معناها المسألة معقدة شوي فقط على المستوى السياسي أنا قلت صحيح من قبل فما كذا وكذا يعني فما يعني العشر سنين الأخرى فما سياق جديد نقولوا ما احنا وقت مثلا بن علي كان يحكم وحده لكن كان مهتم بالشأن العام في إطار العقل نتاع الدولة نحب ولا نكره ديما يبقى وعيم كذا كذا ثم فساد ان سارتان مومون ولا طريقة الحكم اون ديكالاج مع الواقع الاجتماعي والتهميش وأدى إلى ما أدى إليه مشكلة أخرى المشكلة وين كي نجوا نحن في مرحلة نتاع ديمقراطية أو انتقال ديمقراطي اللي بالنسبة لي ما عشناهمش الاثنين إلى حد الآن السياسة أصلا ما كانوا العشر سنين خالص العشر سنين هذوما هو السياسة هي يعني ما سميته هو انحراف ديمقراطي انحراف أي نعم انحراف لا عشنا انتقال ديمقراطي ولا عشنا ديمقراطية والناس اللي قاعدة تحكي على فشل الديمقراطية في تونس أنا نستغرب أنا ما عشناهاش وتبينها لك بشكل بسيط في الديمقراطية المفروض السياسة راي تدور حول تسيير الشأن العام باش نبسطوها حتى المواطنين اش معناها تسيير الشأن العام يعني اللي نحكوا فيه تو يعني الصحة والتعليم والبطالة والاقتصاد والبيئة واللي تحب عليه وكذا كذا ومعاه نوع من التحديث المجتمع إذا كان نحب نحدث المجتمع هنا كيفاش تم التسيير انت عندك راي في السياسة في الاقتصاد يختلف على الراي الفلاني وكذا نتنظموا في شكل حزب ونقدموا رواحنا إلى غير ذلك ومشكلة الحكم محلولة بحكم أن الديمقراطية تداول على السلطة وننتخب واللي ياخذ أصوات يمشي بالطريقة الكلاسيكية اللي نعرفوها كذلك مسألة الدولة محسومة لأن كنا عنا الوطنية ننتمو للهوية الوطنية إلى غير ذلك في أكتوبر 2011 أنا بالنسبة لي بدأ الانحراف من 14 جانفي حتى لأكتوبر عشنا انتقال سلمي للسلطة لعبت فيه قوة الدولة المجتمع المدني دور مهم جدا اللي توا قيس يحب يضربه في أكتوبر مع انتخابات أكتوبر جبت لنا حركة للأسف واللي سميتها من قوى ما قبل الدولة ما تعرف من السياسة كل الحكم اللي هي حركة النهضة وزادت عاود لنا رجعت لنا إشكالية الدولة من جديد دولة دينية وما نعرفش شنو وكذا ولتش السياسة الدور حول طبيعة الدولة والدور كذلك حول الحكم معايا ولا مع شكون وحتى في الإدارة ما نحط كان الجماعة اللي معايا وكذا دونك إشكالية الحكم هي اللي طغات على كل شيء في وقت الترويكا بزعامة حركة النهضة للأسف الباجي قايد السبسي في حد ذاته أعاد إنتاج إشكالية الحكم من خلال التوافق لأن يعني ديما نعاود راهم توافقوا باش يقسموا الحكم مع بعضهم الدليل على ذلك أنه فناء نداء تونس بيدو جاء في جرة هذا إذا كان أنت عندك السياسة تدور على الحكم على حساب شكوى شنو هو باش يتم باش يتم على حساب تسيير الشأن العام وهذاك علاش احسب أنت قداش تعدينا وشفنا وزير صح كلهم هكا خاطر يا معايا يا معايا ولا مع الاخرين نحطك تتبدل الوضعيه ونحن انسابيليتي بوليتيك احسبي قداش عددنا حكومه الى غير ذلك لانه الهاجس ما كانش تسيير الشان العام بما فيه التعليم والازمه اللي نحكوا فيها تو وجزء كبير من اللي قاعدين نتكلموا عليه هو ناتج على تهميش الشان العام منذ اكتوبر 2011 فوالا كلها على بكره يبيع حتى كي جينا خدتي تصوري انا نعطيك مثال نداء تونس انا حكيت عليه حركه النهضه حكيت عليها ناخذ الكام تاع المشيشي السيد كان مكبش بسنان ورجليه ويجيه في الحكم تقول عنده برنامج باش يهزنا نعيشوا في البلانيت مارس وهو ما عنده حتى شيء معليش السيد لا عنده لا سياسه لا عجيب لانه فما اللوبي اللي معاه الحزبي وكذا كذا شادين فيه لانه يحبوا الحكم تعرف راشد الغنوشي بيدو مشى ولا رئيس الماء رئيس البرلمان حول رئاسه البرلمان الى سلطه منافسه للسلطه التنفيذيه اللي هي موجوده هذاك دونك طبيعي جدا التهميش نتاع المدرسه راهو السبب نتاعو هو التهميش الشعبي ولكن سعاد لطيفي هي لليوم ربما حتى بدل القائم بعد 25 جويليه كي تجي تشوف الاصل نتاعو هي
عركة على الحكم. هي عركة من أجل التموقع وعركة على الحكم. مازلنا هنا إن شاء الله تو نجوها تو نجوها نحن هذاك تو نقولوا التوجهات الجديدة الرئيس مازال بعد 25 هاي بدت أشياء وتو إن شاء الله نحكوا فيها من بعد. بربي النقطة الثانية حبيت نحكي فيها هذه الوضع السياسي. ثم حاجة مجتمعية مهمة جدا اللي هي المدرسة راهي في العالم كامل بالفرنساوية تخلق سكون أبيل إن فورم دو سوسيابيليتي يعني نوعية من العلاقة الخاصة هي إطار لخلق علاقات يعني اجتماعية خاصة بين التلميذ وبين الأستاذ بين التلميذ والإدارة وبين التلامذة مع بعضهم وإلى غير ذلك إلى غير ذلك. وهي محصنة المفروض معناها المدرسة من الاختراقات متاع التناقضات المجتمعية متاع الكبار التناقضات المجتمعية بتاع الكبار اللي فيها عنف فيها كذا فيها كذا فيها كذا. نحن للأسف في إطار تهميش الشأن العام وبالتالي تهميش المدرسة أصبحت المدرسة هي بيدها فضاء تم اختراقه من طرف تناقضات المجتمع في حد ذاته سواء الاختلافات السياسية سواء كذا ولا التسادة ولا حتى ناس في الإدارة وكذا. الشأن السياسي اللي يحكوا فيه البرة ليبرو واللي يحكوا فيه مع الصغار وكذا. وأنا يعني عم ناول تقريب مشيت المدرسة لأني بنت أختي في فريانة معناها حكيتها لي أستاذ واش يقول لهم معناها درس كأنك تتفرج في البرلمان ولا كذا اللي هو معناه خارج النطاق تماما مش لأنه أستاذ فقط ثم برشا شرايح كذلك التلامذة وقاعدين يعيشوا في وضعية متاع عنف ومتاع تسيب لهالي بيدهم أسفوار الظروف متاعهم الأولياء كذلك الأمور لأنه ما فماش متابعة حتى العنف الموجود في البرة في المجتمع في الشارع إلى غير ذلك ولا يدخلوا تتذكروا حتى اختراقات يقول لك هاي ناس دخلت والأسوار مشي موجودة ولا تبعناها عباد تخرج من الأحياء من المحيط المجتمعي. ثم مشكل كبير هو في اختراق المدرسة من طرف التناقضات المجتمعية هذه يلعب دور كبير راهو في انتشار العنف. سي بوزيزي نفس التحديات موجودة حتى بعد 25 جويلية اليوم هل فما خدمة على رفع هذه التحديات وإلا حتى بعد 25 جويلية ربما قاعدة نفس المشاكل هي يقع العمل على تجاوزها معناها اليوم إصلاح المنظومة التربوية هل هي معناها التحدي قاعدة فما خدمة عليه تحسوا؟ وستظل التحديات وستظل المشكلات في البلاد إلى حين تجد مشروع وطني لهالبلاد قوده قوى وطنية حقيقية تنتمي لها الشعب هذا. ليس بالضرورة أنه بعد شهر واثنين وثلاثة وعام واثنين سيتم إصلاح وضع البلاد. هذه مسائل وسياسات وخيارات مترابطة متشابكة لا يمكن أن تصلح التعليم وحده دون الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليم العالي والتكوين المهني ومنظومة الزراعة ومنظومة التربية والأسرة وغيره. السياسة هي سياسة كلية للبلاد لوطن لشعب وهي متداخلة. السياسة الأمنية والدفاعية والسياسة الخارجية راهي تنعكس عند التلميذ طبعا. راهو السياسة التربوية هي سياسات كلها تشكل منوال أو منهاج أو تصور وطني واضح. اليوم في البلاد بعد 25 جويلية نحن نسعى لوضع مشروع تونس المستقبلي في كل نحن شكون نحن سيدي نحن القوى الوطنية التي تقف مع 25 جويلية باعتباره مرحلة أو باعتباره تحول حاصل في البلاد لبناء تونس الجديدة. دونك فما تنسيق بيناتكم؟ أنا لا أقول تنسيق الناس التي تقرأ 25 جويلية على 25 جويلية على أساس أنها تحول في السياسات بعد مرحلة متاع 10 و 20 سنة. احنا في مقاربتنا في حركة الشعب كونه ما حصل في 25 جويلية هو يوازي أو يساوي أو يتطابق إلى حد كبير ما حصل في بداية 2011. كيفاش؟ في بداية 2011 أو 17 ديسمبر 14 جانفي 2011 يساوي يعني 25 جويلية. نعم 17 ديسمبر يساوي 25 جويلية. 17 ديسمبر أو الثورة في تونس بدأت في 17 ديسمبر 14 جانفي. ما حصل اليوم هو عودة إلى نفس المناخ هذاك نفس المناخ ونفس المربع الذي سوف تنطلق منه تونس في المستقبل. هذه هي المقاربة هذه هي المقاربة الحقيقية في تونس اللي الناس مش فاهمة ماذا حصل في 25 جويلية لأنه كل ما حصل بعد 14 جانفي لم يكن في سياق ما كان يحلم به التوانسة أن ثورة وتغيير وهذا هو في العقل السياسي اليوم. ثم أزمة وعي حقيقي ما معنى التغيير والثورة ما معنى أن تغير واقع سياسي واجتماعي واقتصاعي وتنموي في علاقاتها الخارجية وارتباطاتها. ما حصل في 25 جويلية هو إعادة للانطلاق من جديد نحو بناء المشروع الوطني لتونس. إذا ضمن هذا المشروع الوطني لتونس نحن ندفع في حركة الشعب في اتجاه أنه تجذير الوعي المواطني الحقيقي
بمسألة التغيير الحقيقية في تونس في علاقة بكل مجالات الحياة التونسي، من التربية للتعليم للصحة ما إلى ذلك. لما نقول اليوم كي نحكي على الصحة ونحكي على التربية، لما نحكي على الدولة، الدولة ومشروعية الناس اللي حكمت امتلكت شرعيتها من صندوق الاقتراع في علاقة بدولة هم لا يعترفون بشرعيتها. كيفاش؟ لأن العلاقة بين الدولة والسلطة علاقة في فرق كبير بين السلطة والدولة. من حكموا بعد 2011 لا علاقة لهم بالدولة، الدولة غير شرعية. دولة الإخوان المسلمين في تونس وما أرادوا تركيزه ما يسمى بالربيع العربي هي دولة مارقة، دولة معادية، دولة بكلها. إذن هم أخذوا السلطة لتدمير الدولة. ما حصل في 25 جويلية كون الشعب الذي كان ينتظر في ثورته والدولة التي اهترأت الزوز مع بعضهم حكم وحدهم 10 سنين. شكون اللي حركت النهضه؟ طبعا حركت النهضه كانت هي العمود الرئيسي والعمود الفقري في كل الفترات والحكومات اللي كانت موجوده. اعتصام الرحيل، اسمعني اسمعني، كل ما حصل بعد 2011 هو تمكن الاخوان المسلمين من الدوله واجهزتها. اللي حكمتوا معاها في نهار من النهار ما حكمناش معاها، اسمعني اسمعني، احنا كنا عايشك على سلتي في بالك فيك ما قطعتكش. نحن نحلل في ظاهرة سياسية اليوم في علاقة بحدث وقع لنقول أنه اللي يحدث اليوم في البلاد هو امتداد لسياسات موجودة. 25 جويلة ما زالت غير قادرة اليوم بين عشية وضحاها أن تحول كل هذا الإرث من الدمار. هذه تداعيات، هذه أثار الدمار اللي حصل في البلاد. دمرت الدولة في 10 سنوات سي بوزيزي، وين نشوف فيها الدولة؟ سؤال وين نشوف فيها الدولة اليوم؟ أصبحت الدول أصبحت كانتونات بدستورها بمشروعها حتى التنظيمي في البلاد. هذا الحصول في البلاد، احنا كي نحكوا على دور الدولة هي كي نحكوا على دور الدولة، دولة الرعاية الاجتماعية اللي اليوم لابد ان تتولها به مشروع 25 جويلية. الدولة كانت حاضرة قبل، حتى الدولة متخلفة كما كان يحكي سي حاتم. كانت سي حاتم يحكي على دولة متخلفة وكانت تعطي قيمة للإنسان، كانت تعطي قيمة للإنسان في التربية وفي التعليم وفي الصحة، وكنت تمشي للسبيطار قبل أنه يداوى ويتم الاعتناء به، رغم أنها دولة متخلفة وكانت ما عندهاش إمكانيات، لكن كان فيه تصور وفهم للدولة وأدائها ووظيفتها ودورها لبناء الإنسان والمجتمع وما إلى ذلك كان موجود. وعلاش اللي حبيته عليها. نعم كانت كي باهي وعلاش اصطرنا عليها؟ لا إيش معناها؟ كانت باهي الدولة وعلاش اصطرتوا عليها؟ لا لا ما... نحكي على الدولة، وظيفة الدولة، نحكي على وظيفة الدولة. بعد 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 سنوات، بعد عقود، تم إفراغ الدولة من مضمونها. الدولة خرجت من كل مناحي الحياة، في الصحة، في التعليم، في التربية، في الاقتصاد، في الفلاحة، في السياحة. خرج. نحن نعيد، نحن ندفع في اتجاه إعادة الدولة إلى أن تأخذ دورها في التنمية وفي بناء الإنسان. خلينا نتفاعلوا حتى ميساج. أنا يخوفني الكلام هذا. يخوفك عليه؟ معناها 25 جويلية كي 17 ديسمبر، معناها داخلين على 10 سنين خراب أخرين. 17 ديسمبر جابنا في 10 سنين خراب. أو مش نعملوا 25 جويلية. مش بالضرورة، مش بالضرورة. خذ. أنا في تقديري. إذا مش يصير تطور في تونس، أنا معاك الدولة الوطنية اللي بنات المؤسسات التربوية والصحة وكذا، عملت مجهود نتاعها وانحرفت بالمسألة الديمقراطية ودخلت في الخراب نتاعها. أنا بالنسبة لي إذا كان ثم تطور ينجم يصير في تونس، يا إما مش نخرجوا من عقلية الدولة راعية لمواطنيها ونحن رعايا، ونمشيو الدولة تاكس باير ماني، الوزير نخلصوا فيه نحن مواطنين من جيوبنا، الرئيس نخلصوا فيه نحن من جيوبنا، خلصوا فيه أنا سوريت وعشاه وماكلته وكرهبته ولبسته كذا، احنا ندفعوا له فيهم ونطالبوا في مقابلهم أن ينجز مهام ويعطي نتائج. إذا ما مشيناش للثنية هذه وبقينا في ثنية أنه الزعيم الملهم وليرسم السياسات الوطنية واللي نحن قاعدين نستنوا فيه، مانيش اون فا با سورتير دو لوبيرج. خاطر مش تبقى ديما في المنطق القديم، علاقة الرعاية حاكم الرعاية مواطنين وحاكم ورعاية. يا باش تتقدم إلى مرحلة أنه الوزير يفهم روحه واللي هو مكلف بمهمة، يتقاضى أجر من عند المواطنين كيف وكيف أي مسؤول في الدولة. احنا بينا وقت نخدم اتس تاكس باير ماني، يرعاهم، يثبت روحه كي يصرفهم، يحطهم في بلاصتهم، يسأل عليهم، لازم عنده كل الشفافية التامة في صرف أموال العمومية، وهو راعي لمال عام يعطوه في المواطنين. مش معناها كي نصرفوا عليه ونعطيوه معناها مش نذلوه، لا، عنده كل التقدير والاحترام. الأحزاب السياسية تقوم بدورها،
ايدهم في الماء مش في النار. الاحزاب السياسيه حزب سياسي يعطي راي، يعمل ندوه، يقول كلام، يقول على روحه. حاكم ما تخشوش تبدا حاكم. مو نرسم السياسات، ماكش انت ترسم السياسات. ما شكون؟ سياسات ترسمها الاحزاب عندما تفوز في الانتخابات. طبعا. هي كان انت ماكش فايز في الانتخابات تقول على روحك. انت قاعد في القهوه وتقول لا بوتين غلط، يفز لك الاخر يقول لك لا، والله كان جيت في بلاصه بايدن تو نعمل يقول لك الاخر لا، والسيسي هاو باهي وكذا، قول على روحك. احنا ننتقل، يا مش تنتقل الى مفهوم دوله علاقتها بالمواطن، انه المواطن يشتغل ويخلق الثروه ويدفع للدوله الاموال باش تعطيه نتائج، يحاسبها في الصحه وفي التعليم ويحاسبها في الرياضه ويحاسبها في كل مجالات العام، ولا مش تبقى في ديوجيك نتاع الرعيه، ونحن الرعيه نتاع الدوله هذه كان نجم تعطينا تعطينا، كان ما نجمش تعطينا. انا هذا نخاف منه. انا بالنسبه لي مازلنا في تونس فما صراع قوي بين جيل جديد قادم يريد دوله از تاكس باير ماني، انا نخدم نعطي فيك من مجهودي، انا ال 20000 نخدم في رمليه نعطي فيك في 20000 من جيبي، 20000 بيد معطيني بهم مقابل ما دخلنيش في الاحزاب. الاحزاب تلزم مناضليها ومن خريطيها، حتى على روحه يعمل ندوات ويعمل نشريات ويكتب كتب تاعه ومرو مليقله. ديكو يتحول من حزب سياسي الى حاكم يتحمل مسؤوليه التصرف في المال العام ويسال عن ذلك، ولا حاجتي به لا زعيم ولا حاجتي به لا مفكر ولا غيره، حاجتي به قادر انه نتيجة. يزيد في الثروه، ينقص في البطاله، ينقص في الفقر، يعمل كذا، حاسبوا على الشيء هذاك. ما دام ما عملناش الانتقال هذاك مازلنا بعد. انا شو نشوف؟ شوف في جيل جديد يحب على هذا، وقوى كونسيرفاتريس محافظه مازالت تحب تبقى في المنطق القديم نتاع النخبه والسياسه، ونحن الوطنيين وذوك مش وطنيين، ونحن محافظين وذوك مش محافظين، مازالوا يخمي بزنسوا بالسياسه. ان شاء الله بشوي بشوي نتخلص من هذا. يعني حتى اذا كانت فما ربما موفيز جيستيون ولا كما يسميها البعض خراب العشر سنوات، فما شكون يقول لك اليوم الاصلاح يجي مع المجموعه، فما مقاربه اخرى تقول لك لا، من ساهم في الخراب ما عندوش الحق يحط يده في العجين ويصلح. حاتم سي سرحان ناصر، شوف 10 سنين خراب هذا اكيد اللي صار. سي حاتم قال انه الحزب السياسي يخدم وقت اللي يوصل يفوز في الانتخابات يصبح يحكم. هذايا اللي ما حبتش تعمله حركه النهضه في العشر سنين. حركه النهضه نجحت في الانتخابات، كانت عندها اغلبيه الفتره الاولى، ما حبتش تحكم، جربت الحكم مع حمادي جبالي وعلي العريض وخذت الحكومه، فشلت في اول تجربه لان ما عندهاش خبره في الحكم من ناحيه، من ناحيه اخرى لا يؤمنون بمدنيه الدوله، وكي جاوا هما حتى بعد الثوره بعد 17 ديسمبر 14 جانفي كان فما الشعب متمدن، تونس كانت عندها قيمه وعندها يعني المواطن حتى ممكن في حريات في تعبير في الراي في عنده مشاكل، لكن كان يعيش في مستوى معين، كانت فما طبقه متوسطه كانت تعيش في صغارها. كي جات حركه النهضه لا تؤمن الاخوان المسلمين لا يؤمنون بمدنيه الدوله، عملوا منهج لتدمير الدوله التونسيه. شنو اللي صار؟ على مدى 10 سنين تحكم تاخذ الانتخابات تربح فيها، لكن تعلمت اني ما تحكمش، عرفت انه فما احزاب سياسيه. تعلمت ولا تعمدت؟ لا لا، تعلمت بعد ما خذيت الحكم الفتره الاولى مع حمادي جبالي وعلي العريض، تعلمت من الدرس وعرفت انه الاحزاب اللي طالعه معاها في المعارضه راهم احزاب طامعه في الحكم. بالدهاء السياسي نتاعها دمرت النسيج الحزبي اللي صار في تونس، دمرت احزاب، شفنا المؤتمر اللي تقسم الالف حزب، شفنا التكتل اللي اندثر، شفنا حركه نداء تونس كيفاش دقت، شفنا بعدين احزاب تحكمت معاها قلب تونس كيف شوف شنو اللي صار له، الاحزاب اللي خدمت مع حركه النهضه تدمرت، هما يستاهلوا خاطرهم طمعوا في الحكم وقبلوا انهم ينقلبوا على مبادئهم وعلى مواقفهم. وشفنا حتى ناس كانت تطالب في شارع حبيب بورقيبه بفتح الملفات اللي متعلقه بحركه النهضه من اغتيالات ومن ارهاب ومن تسفير ومن جهاز سري، اليوم اصبحت من اجل الحكم تدافع على حركه النهضه. اذا هذا الجيل السياسي اللي من اللي كنا في حكم الفرد وصرنا في حكم المجموعه وحكم ديمقراطي سليم، هذوما ما كانوش مؤهلين باش يحكموا، خاطر كانوا مرضى بالحكم، مرضى بالمنصب. سامحني لحظه، لا لا سامحني تو، انت فما تناقض في كلامك. اللي هو كنت تعيب وبعد قلت انت في مناخ ديمقراطي سليم، معناها يا اما
معناها خليه في فترة حكمهم أنه فما نوع من الديمقراطية، وإلا ما فماش، كنت فما ديكتاتورية على مستوى ممارسة الحكم. لا لا، ممارسة الحكم الديمقراطية اللي كنت نحكي عليها مدى 10 سنين هي ديمقراطية الشكل متاعها أنه نمشيوا الانتخابات وتعطي أصوات وفما تعددية وما فماش ورقة حمراء في الصندوق اللي تتعطى قبل، والناس الكل تمشي تلقى الأوراق الكل محمور في الصندوق. هذا شفناه بعد في 10 سنين اللي فاتوا، لكن ما عطاناش نتيجة ديمقراطية سليمة. عطانا ديمقراطية فاسدة، عطانا ناس ربحوا في انتخابات بالتزوير، ربحوا الانتخابات بجرائم انتخابية، ربحوا الانتخابات بالتمويل الأجنبي، بعقود اللوبيين، بميل فاسد. هذو ما شفناهم في 10 سنين. عطانا النتيجة اللي احنا فيها اليوم. اليوم اللي يحب يخدم البلاد هذية يلزم يبعد على المنطق الحزبي في الحكم. راهو البلاد هذية ما يقودهاش واحد برك. اليوم الأستاذ قيس سعيد عمل تدابير استثنائية في 25 جويلية استجابة لرغبة أغلبية في الشعب التونسي، ما نقولش استجابة للشعب التونسي، لكن أغلبية في الشعب التونسي شفناها اللي هما عانوا الأمرين في 10 سنين اللي فاتوا. لكن المرحلة متاع 25 جويلية لازمها تواصل. اليوم احنا وقفنا على التدابير والأوامر الرئاسية والمراسيم اللي خرجت في يوم 17 سبتمبر، 22 سبتمبر، المرسوم 117 اللي مشي ينظم السلطة العمومية. وشفنا اليوم في مرحلة أنه الأستاذ قيس سعيد صار هو اللي في يده جميع السلطة كمرحلة انتقالية استثنائية. ميسالش شفنا احنا تعددية الحكم في 3 رؤساء، وشفنا برلمان، وشفنا رئيس حكومة، وشفنا أحزاب تحكم في الحكومة التونسية عن طريق الحقاب اللي توصلت لها. وشنو صار فينا اليوم في مرحلة هذه؟ ميسالش للبناء للمستقبل. فرصة نعطيه لحزب الفرد، أكيد فرصة الفرد. لحكم الفرد لفترة استثنائية محددة بزمن، لكن دورها أن تبني للمستقبل لدولة تحترم نفسها. سي حاتم الساعة قال الباسبور التونسي كيفاش مكتوب، هذا الباسبور هذا الجواز ملك للدولة التونسية. مش يزيد، كان زدنا بعد 25 جويلية قعدنا راهم زادوه جملة أخرى، يقول لك باسبور للبيع، يقول لك جواز سفر للبيع. وشفنا من يومين سمعنا تصريحات متاع محمد صالح الأحمدي. أنا كنت البارح بعد ما سمعت حوار رئيس الجمهورية بعد المجلس الوزاري وكلامه في مجلس الوزراء، قلت أخي وين الاقتصاد، وين الدفع الاقتصاد، وين لا رولونس ايكونوميك، وين القوانين. لحظه سامحني، وكي سمعت انا التصريحات بعد وعاودت رجعت سمعت كلام رئيس الجمهوريه، نقول لك اليوم نحن كتحالف من اجل تونس ندعو الى الحوار وندعو الى انتخابات سابقه لاوانها. نقول لك وقف الانتخابات، تعطينيش انتخابات سابقه لاوانها، ما حاجتيش بانتخابات سابقه لاوانها، وما حاجتيش برولونس ايكونوميك. حاسب خلي القضاء يخدم خدمته، خلي القضاء اليوم يتحرر. يلزمك تدعم المنظومة العدل في تونس، تدعمها بإمكانيات مادية لوجستية بشرية للتسريع في الملفات، على خاطر إذا مش نتعديه المرحلة أخرى من غير ما نفتحوا الملفات ونسكروهم بالقضاء، لأن العدل أساس العمران. اللي يحب يعمر بلاد يعمر بلاد على أساس العدل. احنا شفنا أنه 10 سنين اللي فاتوا حركة النهضة بركت على المؤسسة القضائية. شفنا نور الدين البحيري كان بارون العدل والقضاء التونسي. شفناه أول ما مسك وزارة العدل عزل بجرة قلم 90 قاضي، قاضي قاري ومعدي كونكور وعامل المناظرة متاعه مؤهل أنه يحكم، عزله. وبعد عمل تصريح قال مازالوا فما تقريب 200 قاضي نفكر في عزلهم. شكون مازال مش يقدم، وشكون مازال مش يحكم، وشكون مازال مش يحكم بالعدل بين الناس. هذا اللي صار في 10 سنين. ضربت العدل، ظلمت الناس، هو اللي ضرب لك كل القطاعات في تونس، هو اللي ضرب لك الصحة والتعليم، واليوم يعرف روحه مش يغلط ومش يخالف القانون وما يتحاسبش، ويعرف روحه سامحني يضر في البلاد ويخالف في كل شيء ويعمل في ثروات من مارشي باراليل وكذا وكذا، وهو محمي بنص قانوني عملوه ناس لحماية الناس هذوم. حتى تبدأ الأفكار مسترسلة أستاذ عادل لطيفي، الناس أسمحك فاصل ورجعين.